في أكثر المراحل حساسية في ليبيا. الليبيين اكتشفوا أنهم استبدلوا مستعمر بالمستعمر. اتخذ إدريس السنوسي قرارات وضعته والبلاد أمام منعطف تاريخي حاسم. أضطر الضرار لأن الرابسية كانوا ما مش متفقين. قال أنت أخنت البلاد وأنت ما وفش بوعودك. حكيت الملك قال لي إيش الخيار اللي كان عندي؟ ما كان له إلا خيار واحد. الملك إدريس في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية.